السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج بي دي اف اركتكت هو برنامج مجاني وفي منه طبعا نسخ تانية بفلوس بتكون في اقصى الامكانيات، بس النسخة المجانية كافية. طيب انا اقول له دلوقتي اوبن بي دي اف وابدا اقول له براوز وابدا اختار ملف افتحه. مثلا العدد 36 من المجلة بالشكل دوت. طيب تقدر تبدل تقول عايز الصفحة اللي بعديها وهكذا، تقدر تشوفها كسنجل كونتينيوس تكمل بعض، فيسنج كونتينيوس وهكذا، تقدر تشوفها فول سكرين، تقدر تشوفها سايد باي سايد، تقدر اديك اكتر من طريقة للرؤية، تقدر تعمل ايديت للملف مثلا تعمل سيلكت على حته معينه وتعمل ايديت عليها، تقدر تعمل كرييت كصفحه فرونت بلانك صفحه فاضيه، تقدر تاخد صفحه من الذاكره او الكليب بورد يعني تكون تاخدها كوبي من اي مكان او من السكانر لو انت عايز تضيف صفحه كونفرت، تقدر تحول بي دي اف ده لوورد او لباوربوينت او لاكسل او لصوره او اتش ام ال زي ما انت عايز، تعمل سيلكت على الملفات كلها بس بتقول تحول، تقدر تعمل ايديت، تقدر تعمل انسيرت لصوره لكلام لفيج نمبر لوتر مارك زي ما انت عايز، تقدر تعمل فورم يعني تقدر تحط مثلا زرار معينه او تكست فيلد معينه، تقدر تعمل او سي ار تحول الصوره لكلام وهكذا. هو برنامج فيه امكانيات كويسه جدا، تقدر على الاقل تشوف اي ملف بي دي اف تفتحه وتشوفه زي ما انت عايز.